بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الأخباري ونستهله بالعناوين. في أول أيام رمضان حركية كبرى في الأسواق وعادات وتقاليد لا تغيب عن البيوت التونسية. غياب مادة السدر منذ شهور إشكال يؤرق مربي الماشية بتطاوينا. عرفانا بالجميل للمربي، تلاميذ مدرسة بولعبة يكرمون مدير مدرستهم ويقفون له إجلالا. يوافق اليوم 6 جوان 2016 أول أيام شهر رمضان المعظم لسنة 1437 هجري. وبهذه المناسبة تتقدم مؤسسة التلفزة التونسية بأحر التمنيات برمضان كريم يعود باليمن والبركة على الشعب التونسي وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. نستهل النشرة من قفصة حيث تكثر الحركية التجارية في شهر الصيام ويلقى فضاء التسوق إقبالا كبيرا من المستهلكين. وحرصا على ضمان أفضل فرص التسوق انطلقت منذ صباح اليوم فرق المراقبة الاقتصادية ومصالح حفظ الصحة في مراقبة سير تزويد السوق والأسعار وجودة المعروضات. حركية مكثفة وإقبال كبير شهدته مختلف الفضاءات التجارية الكبرى والسوق المركزية بقفصة في أولى أيام شهر رمضان المعظم لاقتناء ما لزم وما توفر من خضر وغلال ومواد غذائية. اختلفت الآراء حول وفرتها وأسعارها. تمام، فعل في المتناول وفعل غلي شوي وفعل غلي شوي هكا، ما موجود كل شيء متوفر. أي غالي القليل هذا، انا هاو عندي تنجم ناخذ والقليل يبقى يتفرج عليه ما عنده شيء. والله المرشي كل شيء موجود فيه، كل شيء متوفر، كل شيء متوفر، الاسواق كل موجوده، ثم رخيص وثم الغالي، سلع الكل متوفره، الاسواق مناسبه الحمد لله، السوق فما شويه حركه. مراقبة آلات الوزن وفواتير الشراء والتحقق من مدى التزام التجار بإشهار الأسعار وشروط حفظ الصحة إجراءات أساسية لعمل فرق المراقبة الاقتصادية ومصالح حفظ الصحة التي انتشرت منذ ساعات الصباح الأولى بمختلف الفضاءات والمحال التجارية حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. تجاوز ما تمثل في عدم استظهار فواتير الشراء وعدم إشهار أسعار البيع. الى جانب آلات الوزن اللي غير قانونيه تتمثل مخالفه يتم حجزها ويتم تحرير محاضر بحث في الغرض. نركزوا على اول شيء الهندام اللي يخدم في المحل، ثم لا كونسيبسيون يعني تهيئه المحل من ناحيه التجهيزات ومن ناحيه البنيه، ثم المنتوج، طريقه التعامل مع المنتوج، طريقه حفظ المنتوج وعرض المنتوج. قبل رمضان بأيامات كان ثم نوع من اللهف على الزيت المدعم في المحلات، وحاليا متوفر الزيت المدعم، هو أعطونا خاصة الوزارة كمية إضافية لوحدة التعليب بقفصة، فمتوفر حاليا الزيت النباتي المدعم بكافة المحلات التجارية بقفصة. أصوات البعة والحرفاء ملأت أرجان المكان في مشهد غابت عنه مظاهر اللهفة والتدافع لاقتناء مستلزمات هذا الشهر الكريم. كما استقبل سوق الخضر والغلال بولاية باجة في صباح أولى أيام هذا الشهر الكريم المتسوقين من أهالي الجهة بمنتوجات وافرة، لكن وفرة المنتوج لم تصاحبه خدمة في المستوى المطلوب، بل صاحبه ارتفاع على مستوى الأسعار. في أول أيام شهر رمضان الكريم تنوعت المعروضات وتوزعت في مختلف أسواق مدينة باجة لجلب اهتمام المستهلك الذي ينصب اهتمامه عادة على توفر المنتوج وارتفاع الأسعار. على طول العام الأسعار غالية، مع ثم القيمة المضافة متاع رمضان، لكن اللي لازم في رمضان الإنسان عنده الفكرة باش أنه يزيد شوية، فهمت؟ كل شيء متوفر لمحالة، طماطم قاعدة غالية، كل شيء اللحم محسوب واحد ياخذ مرة في الشهر. كل خير واسوان باهيه لايقه معنا بين الوكال وبين التاجر. الصباح بكري تلقى المطر تصب علينا، في الشتاء نشوف في السخانه كيفاش الغبره، ما نقولش كيفاش نحطوا سلان، ما كانش كاميرات كيفاش تدخل، حاله تعبه ياسر. مرشي فيه ضو مش مؤهل، عنكبوت مرشي نمشيو ونشكيو حتى واحد من متلفتنا. هذه الاشكاليات وغيرها كانت احد محاور زياره وزير التجاره للجهه، الذي اكد على توفر المعروض بكميات هامه
مشددا على ضرورة تحسين مسالك التوزيع بالنظر للوضعية المزرية لأسواق الجملة بالخصوص. تفاجأت بتردي البنية التحتية على مستوى مسالك التوزيع في ولاية باجة. أحداث أسواق جديدة في السنة القادمة وتأهيل البعض الآخر هي أبرز الحلول التي من شأنها تحسين نوعية الخدمات المزداد للمواطن. أهم القرارات بعث السوق جملة في ولاية باجة، والأسبوع القادم باش نكون فريق عمل حتى إن شاء الله يحضر السوق هذية في 2017. حركية تجارية هامة في أول أيام شهر رمضان في انتظار التخفيض في أسعار عدد من المواد الأساسية. وفي أخبار رئاسة الحكومة، فقد تولى رئيس الحكومة الحبيب الصيد القيام بجولة ميدانية في أسواق مدينة تونس، والتقى عددا من التجار واستمع إلى مشاغل عدد منهم، ثم اتجه رئيس الحكومة إلى مقر وزارة الداخلية لمتابعة الوضع الأمني في أول أيام شهر رمضان. بعض العادات والتقاليد تستعيدها العائلات التونسية في شهر الصيام، ومائدة الإفطار لدى العديد من الأسر ومنها في القصرين لا يمكن أن تستغني عن بعض المواد المصنعة تقليدياً. حل رمضان فاستقبله الأهالي بحفاوة، واقتضت الأسواق بالباحثين عن مستحقات موائد إفطارهم. أما الخالة عيشة فلا تروق لها المواد المعروضة هنا وهناك، فبمنزلها المتواضع تحضر مستحقاتها لرمضان. أبذر في الفحيط تبدأ هكي ما تشوف الخيرات مصلي على النبي، ثم يذبح في القصرين، ثم في كل تونس في كل دار، ثم شكون يشري في الحم، كل قدير وقدره. أشياء قليلة تقتنيها الخالة عيشة من السوق، ففي أرضها زرعت خضرا وغلالا، وها هي تقطع ما يلزمها. كل شيء ديري، كل شيء يعملوه ديري، ما نجيبوش حتى شيء، ما نجيبوش حتى شيء من برا، كل شيء نبدو هاك تشوف الخير. هذا كل عائلة القصرين كل يبدو محضرين كيفك. مثلا شرب شعير نبدو نفوروها ونقدو نحوها وتشيح شوية، ثم أنو اللي يقلاها شوية تصفرها، ثم اللي يرحاها كيكة ويدي للطحونة يجيبها ويهربلها ويقدها ويحضرها. يعني أكلة هذه أكلة عامة تونسية الكل، ممكن حتى البرة رم يعرفوه. مرمز إبريك كل شيء، مرقة جلبينة الخير تو موجود، لوبيا كسكسي ما نسوش الكسكسي، سلايت أنواع، كل شيء موجود بإذن الله. عادات وتقاليد لا تغيب بشهر الصيام. رمضان كريم. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي تزامن مع فصل الصيف، قدمت وزارة الصحة جملة من النصائح في إطار التوعية الصحية للمواطنين، حيث تمتد ساعات الصيام لأكثر من 12 ساعة، كما تم تقديم بعض النصائح أيضا للمرضى والمسنين والحوامل، ومن أهمها ضرورة مراجعة الطبيب للنظر في الصيام من عدمه، وتحديد النظام الغذائي المناسب مع تجنب الصيام لمرضى السكري الذين يعالجون بالأنسولين. كذلك الأمر بالنسبة للمرأة الحامل، إذ عليها استشارة الطبيب قبل الصيام، وعلى الحامل مراعاة بعض علامات الإنذار، وعليها الإفطار في حال الإحساس بالدوار أو عدم الشعور بحركة الجنين أو عدم القدرة على التركيز أو فقدان الوعي. نواصل مع الشأن الصحي، والأواني البلاستيكية تجتاح المطبخ التونسي خاصة في شهر رمضان، فربة البيت تقبل على شراء هذه الأواني لسهولة استعمالها ولبخس ثمنها في تجاهل تام لمخاطرها. أكثر تفاصيل عن المضار الصحية لاستعمال هذه الأواني في الروبورتاج التالي من المنستير. مع حلول الشهر الكريم تغرق هذه الفضاءات بالأواني البلاستيكية ذات الاستعمال المطبخي التي يقبل عليها الحرفاء اعتقادا منهم بمزاياها إضافة إلى أسعارها البخسة. البلاستيك نحطيهم خضرة البريك ولا الملح ولا البلاستيك ما يتكسرش والبلار يتكسر. فما بلاستيك ما أنت الماكل، فما بلاستيك ما يزموش يستعمل الواحد بشكل به. كل شيء سكر، كل شيء تحط فيه، كل شيء أنت رخيصة برشا، رخيصة برشا. إقبال كبير برشا في البلاستيك في البلار عن برشا شواء. أشكال مختلفة للأواني البلاستيكية قد تشد الحريف، لكنها تخفي وراء ألوانها الزاهية أمراضا خطيرة. فما الأصناف اللي من الأحسن كان نبعد عليها،
اللي هو الصنف الأول والصنف الثالث والصنف السادس والصنف السابع. السائل باش يعرفها المواطن هو يجي على الآنية البلاستيكية يلقى مثلث، أما في وسطه عدد. هذه المادة في بنور بعض الدول توا معناها وقع معناها منحة تنجم تعطي أول حاجة المضرة سورتو بالنسبة للجنين، بالنسبة للأم الحامل، بالنسبة للصغير، حتى معناها أمراض سرطانية. ظاهرة بيع البلاستيك غزت مختلف المحلات وحتى قارعة الطريق، ما يفسر كثرة الإقبال عليها، فما مدى تدخل الهياكل المعنية بحفظ الصحة والمحيط؟ ما ننساوش لأن البلاستيك كله هو من البتروكيماويات ومعاه ديزاديتيف، معناتها معاه إضافات باش ينجم يحسنوا له بعض الخاصيات. ما تحسين الخاصيات ما يمنعش لأنه هما ديما عندهم مضار. كان نحبوا نحفظوا حاجات الأكل نرجعوا للعملية التقليدية، لأنه في الفخار في النحاس حتى بالنسبة للتطيب. احنا قاعدين نقوموا بحملات تحسيسية للناس المستهلك والباع باش يوفر بطبيعة الحال. فحملات المراقبة هي تشمل كل المحلات هذه خاصة ذات الصبغة الغذائية، نثبتوا فيها البلاستيك هذايا الاندرام مطابق للمواصفات ولا يظهر غير مطابق للمواصفات، ولا بد من حجز حسب ما ينص عليه القانون. شراء البلاستيك قد لا يرهق جيب المواطن، لكنه يرهق صحته ويؤثر على جودة حياته، ولا بد من اغتنام الصحة قبل المرض. تربويا، اتخذت المندوبية الجهوية للتربية بقبلي صباح اليوم قرارا تم على إثره الفصل بين تلاميذة منطقة دوز والقلعة، حيث تم تمكين كافة تلاميذة القلعة الذين يجرون امتحانات البكالوريا بمركز الاختبارات بدوز من إجرائها بمركز الامتحانات الذي تم إحداثه للغرض بمعهد القلعة. وفق ما أكده المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي لمراسل وكالة تونس أفريقيا للأنباء. من جهة أخرى، تم ليلة أمس خرق حظر التجول المعلن عنه منذ يوم السبت الماضي بكل من معتمديتي دوز الجنوبية والشمالية بما في ذلك بلدية القلعة، حيث حاول عدد من شباب مدينة دوز غلق الطريق الرئيسي الرابطة بين دوز وقبلي على مستوى المدخل الشمالي لمدينة دوز، وهو ما اقتضى تدخل الوحدات الأمنية التي عمدت إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وفرض حظر التجوال بالمنطقة تأمينا للممتلكات العامة والخاصة. كما تواصلت عمليات الكر والفر بين الأمنيين والشباب إلى ساعات متأخرة من الليل. وأفادت مصادر طبية بالجهة أن هذه المناوشات تسببت في إصابة 3 أمنيين بجروح لا تكتسي خطورة، تلقوا على أثرها الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى المحلي بدوز. في الشأن الرئاسي، تناول اللقاء الدوري الذي جمع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة لحبيب الصيد في قصر قرطاج مقترح حكومة الوحدة الوطنية وضرورة توفير جميع أسباب نجاحها استجابة لمتطلبات المرحلة إضافة إلى الوضع العام بالبلاد. وقد طرح رئيس الجمهورية منتصف الأسبوع الماضي مبادرة تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم بالضرورة المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف إلى جانب الائتلاف الرباعي الحاكم وربما مستقلين وممثلين لأحزاب في المعارضة. كما التقى رئيس الجمهورية بيجي قايد السبسي اليوم في قصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وأفاد الناصر بأن اللقاء تمحور حول مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية، معتبرا أنها تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة ويتحتم العمل على تجسيمها وتوفير شروط نجاحها وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. ويذكر أن قائد السبسي كان أعلن مساء الخميس الفارط في حديث تلفزي خاص به القناة الوطنية عن مبادرة تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية لتفعيل عمل الحكومة وتجاوز الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد، وذلك بمشاركة كافة الأطياف السياسية والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف. وقد تراوحت مواقف الأحزاب السياسية بين مؤيد لهذه المبادرة ومنتقد لها.
في موضوع آخر، إشكال الأعلاف يتواصل منذ أشهر في تطاوين، وغياب مادة السداري يعتبرها الفلاحون أحد الإشكاليات البارزة التي تهدد نشاطهم الفلاحي وأغنامهم. لذلك نفذوا وقفة احتجاجية لتسليط الضوء على الصعوبات التي تعترض الفلاح والمزود في توفير هذه المادة. نفذ صبرهم وتحملوا أكثر ما يجب بحسب ما يقولون، فخرجوا إلى الشارع فلاحون ومزودو الأعلاف بولاية تطاوين للاحتجاج على عدم توفر مادة السدارية لمدة جاوزت 3 أشهر بشكل متواصل، ما أربك نشاطهم وهدد قطيعهم. تطاوين هذه ولاية معناها بامتياز لتربية الماشية، اليوم عندنا 3 شهور مريناش كيلو سداري، فهم سداري ما شفناش. أعطانا ربي صحيح هذيك من عند ربي الزمة والجفاف، إلا أن زادوا كمل علينا هم بالمضاربات وبالتهريب. المشكلة متاع السداري هذا على اللجنة الجهوية قالت حليناه، لكن وين جينا نشوفه معناها تلقاه البرامج موجودة والتطبيق ما هناش. تمييز إيجابي، وين التمييز الإيجابي لجهة التطاوين؟ ما ثماش تمييز لا إيجابي ولا سلبي. اتحاد الفلاحة والشغل بولاية تطاوين ساند احتجاجات الفلاحين في مطالبهم ضمانا لموارد رزقهم وحماية لثروة حيوانية تتهددها المخاطر العديدة. ثم معناها مناسير واضحة صادرة عن 3 وزارات، لكن ثم مضاربات اللي هي منعت الجهة من تنال حقها. نحن مع الفلاحين، ونحن نعتبر الاتحاد الفلاحين واتحاد الشغل كلنا ندافع على حق الجهة. احنا ما زلنا باش نواصل النضال بتاعنا في صورة ما السداري ما جتناش. وبالنسبة للسيد الوزير والسيد رئيس الحكومة نطالبوا منه بتفعيل قرار 1293. هو الحل احنا تو بشكل فوري باش يتم عقد جلسة طارئة على مستوى الولاية باش ندرسوا الأمر، خاطر الوضعية معناها وصلت إلى النهاية. شهر كامل جانا إلا كاميون واحد سداري للأسف. قولها منها بكل لطف للأخيان من أصحاب المطاحن، فهمتني، معناها الرفق بتطاوين، لأن هذا قانون مركزي، قانون صادر على سيد وزير الفلاحة، فهمتني، يلزم يطبقوه. تفاصيل نشاط فلاحي أرهقه أيضا بحسب الفلاحين استفحال السوق السوداء ومضاربات المحتكرين لهذه المادة. نقص المياه بالواحات في جهة نفطة وضرورة حفر الأبار واستخراج المياه يعتبره فلاحو المنطقة ضرورة وأمرا أساسيا لحل الإشكال. لذلك هم اليوم يتمسكون بآلة حفر الأبار وينفذون اعتصاما مفتوحا يطالبون فيه بعدم نقلها إلى مكان آخر. ينفذ عددا من فلاحي مدينة نفطة التابعين للجمعية المائية برمادة بالواحة القديمة اعتصاما مفتوحا، وذلك على خلفية رفضهم نقل آلة حفر الأبار المنتهية أشغالها إلى مكان آخر خارج المدينة، مطالبين بمواصلة أشغالها في نقطة أخرى بواحة نفطة. برنامج ما وعدينا بحفران بئر من 2012، سمعنا أن الحفارة كملت الأشغال على أساس احنا نستنوا فيها من مدة كبيرة، ما رأنا إلا سمعنا نارين السيد المندوب وبدل لها الواجهة نتاعها وما نعرفوش الأسباب وما أقنعناش علاش الأسباب. أضرار جسيمة وضعف في صابة التمور هي من أهم الإشكاليات التي خلفها نقص مياه الري بواحة بني علي بنفطة. ما مش مكفينا الدورة من 20 ومن 25 يوم ومن شهر، وبالنسبة للأرض ما نخدمه ما عناش خدمة أخرى. احنا ما ناش بطلبين الدولة لا في شهريات لا في منح. بالنسبة للفلاحة أنا في نفطة مش معارفين ناس حاجة كيقولنا مرض في الفلاحة ولا كذا ونشولها للفلاحة، مش مستعرفين بينا جملة ما جوناش. وعايشين من النخلة والفلاحة نتاعنا، وإحنا نقصنا ماء، واحنا توا جماعة الجمعية تجري على المندوبية والمندوب وما صنتنا حتى حد. المندوب الجهوي للفلاحة بتوزر قال أن الإشكال في طريقه إلى الحل بوصول آلة حفر ثانية ستدعم المنطقة في القريب العاجل. اللي واقع هو توا الحفارة هذيك اللي في نفطة هي كملت حفرها بير نتاع عرمادة، ومتجهة على الماكينة هذيك الحزوة باش تحفر بير التعمير، خاطر الوحيدة اللي تحفر 850 متر مجمع بني علي. البير هذايا العمق نتاعو 600 متر. عن التزام مع المقاول، والتزم باش يوم إن شاء الله 16 جوان باش يجيب الحفارة اللي تحفر 600 متر بير بني علي.
الجمعية المائية بني علي بنفطة تضم 450 فلاحا وتوفر 100 لتر من مياه الري لمساحة تفوق 200 هكتار، في حين لا تزال بحاجة لضعف الكمية لتحد من النقص الفادح لهذه الواحة. الجمعية التونسية الدولية للمدن ذات المنابع المائية الحارة مولود جديد ينضاف إلى المشهد البيئي السياحي بمدينة الحامة بجابس، قد يسهم من جانبه في الدفع بواقع المياه المعدنية وفي إثراء وتثمين المخزون الطبيعي لهذه الجهة. تم بالحامة إحداث الجمعية التونسية الدولية للمدن ذات منابع المياه المعدنية الحارة، جمعية تم التعريف بها وبأهدافها في لقاء انتظم ببلدية الحمة. تثمين المياه المعدنية الحارة مما لا شك فيه سيكون لها معناها إيجابيات كبيرة ياسر في النهوض بهذا القطاع، سيما وأن مدينة الحمة تتميز بموارد مائية معدنية حارة وقع استغلالها جزئيا سواء كان في القطاع الزراعي ولا قطاع الاستحمام. شكل تعامل في منوال التنمية جديد، الخروج من تثمين الكلاسيكي للمياه المعدنية في إطار يعني التنوع في المنتوج السياحي، الإثراء تنوع ربطه بالسياحة الشاطئية والداخلية. ديوان المياه المعدنية شارك في هذا اللقاء وقدم الجديد بخصوص المدينة الاستشفائية بالخبيات. نتوقع باش الجمعية هذه تمد يد المساعدة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه لدفع السياحة الشوية على مستوى الجهة، وخاصة النهوض بالاستثمار بالجهة. اليوم فما مشروع اتفاقية بلوى، ومبدئيا نقول 90% أكثر ربما تمت المصادقة على النقاط نتاعو، تم إحالة مشروع الاتفاقية هذه المستثمر للإمضاء والتوقيع عليه. الحامة كانت ولا تزال أحد الأقطاب الاستشفائية الكبرى بالبلاد لما تسخر به من مياه معدنية سخنة. في القصرين وعودة إلى المجال التربوي، أراد تلاميذ مدرسة بولعابة تكريم مدير المدرسة، هذا المدير الذي يعتبرونه قدوة ومثالا للعمل والتفاني في خدمة المؤسسة التربوية. بمدرستهم تعلموا القراءة والكتابة وأتقنوا فنون الحياة بتفاصيلها المختلفة من العلم والعمل والأخلاق والثقافة بفضل مربين سهروا طويلا لتحقيق توازن تلامذة مدرسة بولعابة. انتظار هذه التكريم لمختلف الأنشطة اللي تنجزها المدرسة من أنشطة رياضية، ثقافية، المسرح، السينما، وكذلك أباء إطار التربوي إلا تضمينها تكريم لسي لازر العسالي مدير المدرسة. أحسن معلم، أحسن معلم، وعلمنا برشا حوايج ومشكور برشا. سيدي لازر يسمى قدوة ليا، نحن اليوم فرحانين، أما الحزن هو المغلب على الفرحة، خاطر سيدي لازر باش يغادرنا ونتمنى أنه يرجع لنا مرة يزورنا مرة برشا، خاطر هو خلى راسخ في ذاكرتنا حوايج ما تتنساش. طلب كاين عليه شيء كبير، روحنا تطلع من البكاء، خلي فينا بلاصة كبيرة. قبلة من هذا وأخرى من ذاك على جبين الرجل القدوة كما لقبه أولياء تلامذة المدرسة. عندما نتذكر رحلة الماضي وسنوات الدراسة والتعب، وأرى اليوم ما أراه، هو أقول هو نتاج لما زرعه الآن زرعناه بالأمس. أتمنى من كل قلب أن أستمر وأن يهديني الله الصحة كي أستمر في خدمة الناشئة وخدمة في خدمة البلاد. سنة 2020 تسلم مهامه بمدرسة بولعابة، فعمل على تغيير المشهد فيها وحسن بنيتها التحتية من ماله الخاص وبدعم من طاقم المدرسة التربوية، وزرع حب الحياة في نفوس أبناء سفح جبل الشعنبي، فبفضله حولت المدرسة إلى مدرسة نموذجية. بهذا إذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. في أول أيام رمضان حركية كبرى في الأسواق وعادات وتقاليد لا تغيب عن البيوت التونسية. غياب مادة السدر منذ شهور إشكال يؤرق مربي المشية بتطاوين.
عرفانا بالجميل للمربي تلاميذ مدرسة بولعابة يكرمون مدير مدرستهم ويقفون له إجلالا. في الختام إليكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.